دكتورة حنان، عايز أسألك سؤال. النهاردة لو في أي حد تعرض للحروق، أطفال أو كبار أو كده، في بعض المفاهيم الخاطئة أو بعض الناس اللي بيجيبوا شوية مفاهيم موروثة، زي مثلا معجون السنان، العسل الأبيض، ده هم بيحط تلج كتير جدا. عايز حضرتك تقولي لي إمتى الناس تتوجه للطبيب، وإمتى الناس تقدر تعمل حاجات منزلية سريعة، والأطفال كمان يعملوا معاهم إيه؟ اتفضلي. هو الحقيقه يعني الحاجات اللي هي في حاجات سريعه قوي بتتعمل ساعتها، زي ما تفضلت وسمعت دلوقتي وقلته، اللي هي بنحط اول حاجه لو كان العيان مكان الحال لابس هدوم لازم نقلعها له بسرعه او نشيلها بسرعه، لانها كل ما كانت مبلوله ولازقه في الجلد كل ما بتزود الحروق اكتر. فانا في ساعتها على طول لو اتحرق او وقع عليه ميه لازم في ساعتها على طول اشيل الهدوم. لو لابس حاجة ذهب أو أي حاجة معادن لازم أقلعها له. وأول حاجة بعملها إن أنا بحط إيده أو أحط مكان الحرق تحت مية ساقعة لمدة على الأقل 20 دقيقة. إنما الحاجات التانية دي كلها لأ، مش مطلوبة خالص وملهاش أي فايدة. ولازم كمان بعد كل ده أتوجه سريعا لأقرب دكتور، حتى لو كان الحرق بسيط، حتى لو كان، أنا بقول لي حتى لو كان حاجة بسيطة علشان نتجنب إنه يسيب أثر بعد كده. يعني ده هيبقى في ساعتها بس ان احنا هنحط ميه ساقعه، وممكن احط بعد كده اي كريم ملطف للحروق او في سانسان او اي كريم ملطف، وبروح للدكتور على طول. علشان حتى لو حرق زي ما قلنا الحرق درجات، درجه اولى اللي هو بسيط قوي لحد درجه ثانيه اللي هو اكتر شويه اللي بيوصل للجلد من تحت، درجه ثالثه اللي هو بيوصل للدهون اللي تحت الجلد، درجه رابعه اللي هو ممكن يوصل للعظم كمان. فلو هو اي حتى لو حرق بسيط او لو درجه اولى، علشان ما يسيبش اثر لازم اروح للدكتور، مش في ساعتها لكن على الاقل في خلال ساعه او ساعتين. طب يا علشان دكتور اتجنب ان هو يسيب اثر.